نعلم أن كل من النصيريين واليهود والشيعة الإمامية كلهم أعداء للإسلام، فلو تكرمتم بتبيين أشدهم خطرا على الإسلام وأشدهم أعداء له، فجزاكم الله خير. كل أهل البدع شر على الإسلام. النصيرية معلوم أنهم باطنية كفرة معروفون، وهم باطنية من الرافضة الباطنية، والإمامية رافضة باطنية يعبدون أهل البيت ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب. الشيعة الإمامية هم الرافضة، والرافضة يسبون بكر وعمر ويؤلفون عليا وأهل البيت، أئمة أهل البيت 12 يؤلفونهم ويعبدونهم ويعتقدون فيهم أنهم معصومون ويقول أنهم يعلمون الغيب إلى غير هذا من الشرور العظيمة. وهؤلاء لا شك أنهم من الأعداء، وأن ما يبثون بين المسلمين الشرور والفتن أن هذا من مكائدهم ومن أسباب تفرق المسلمين ومن أسباب تأثرهم، تأثر كثير منهم في هؤلاء من النصيرية والرافضة الإمامية، وهكذا الخوارج، وهكذا المعتزلة، وهكذا الجهمية، وهكذا غيرهم من البدع الذين انتشروا بين المسلمين. لكن الأولين سلفنا الصالح عرفوا مكائدهم وعرفوا ضلالهم، فلم يلتفتوا إليهم، بل قاتلوا من قاتلوا منهم ولم يلتفتوا إليهم، وحاربوا أعداء الله وجاهدوا في سبيل الله ورفعوا راية الإسلام، ولم يبالوا في أولئك الظالم من الشيعة ومن الخوارج وغيرهم، بل تارة يحاربونهم وتارة يشتغلون بحرب الكفرة المعلنين والقيام ضدهم، وهؤلاء لهم وقف آخر. هل الحجر الذي في القدس يتعلق في القضاء؟ ومعلوم أيضا من كلام السؤال الأول، معلوم أن العدو الذي يتظاهر بالإسلام أشد على المسلمين العدو المعلن، المنافق الذي يعلن إسلامه وهو منافق وضد المسلمين بأعماله ومكائده المسلمين أشد عليهم من الكفار المعلنين، ولهذا صار المنافقون أشد ضلالا من الكفار المعلنين، وصاروا في الذكاء من النار نعوذ بالله. لماذا؟ لأنهم أظهروا الإسلام وكذبوا في الباطل وكادوا له في الباطل، وهكذا كل من كان يشبههم من النصيرية ومن الرافضة ومن غير ذلك هم بهذه المثابة، خطرهم على المسلمين أشد لأنهم تظاهروا بالإسلام وادعوا الإسلام، ولكنهم في الباطن يحاربون الإسلام ويدعون إلى غيره ويدعون إلى عقائد منحل غير ما جاء به الإسلام.